اي 1 و2 الاكس 3 بتاعتنا فيها افيلابيلتي ان هي تو اوبريت تو هيد اكس 3، يعني ممكن تشغل تو هيد اكس 3. هنا انا طبعا انا ما بوصلها ولا واحد، طب لو قلت روح صور على 2 هيديني اول كوم ايرور اللي هو ايرور 1. فايرور 1 معناه ايه بقى؟ معناه ان انا موصل الهيد جوه على ار اكس 1 وقلت له روح صور على ار اكس 2، فراح الهيد رقم 2 ما لقاش هيد طبعا، فاداني ايه؟ ايرور 1. وده طبعا ده يكون ايرور مشهور جدا مع الايه؟ مع الجهاز. في عندنا ايرور كمان اسمه ايرور 12. ايرور 12 انا ما تاكدتش الاخر، عملت مثلا انكمبليت دوز، عملت اقداس صغير المفروض مثلا اخد الجرعه، فاعمل كده ما ادوش الاخر، فكتب هنا كام؟ ايرور 12. تمام. طيب كده احنا عندنا اربعه كومن ايرور، قلنا ايرور 12 ان انا ما اتاكدش الاخر، تمام، وايرور واحد لو جبت ار اكس 2 واخدت جرعه، تمام، وايرور 8 ان انا فضلت دايس على طول كونتينوس دوز. طيب فاضل عندي ايرور كامل اسمه ايرور 7. ايرور 7 ده معناه انا خدت دوز والكهرباء اللي داخل الجهاز اعلى 15% او اقل 15%، يعني المفروض مثلا الكهرباء اللي داخل الجهاز تكون 220 فولت، لو عليت عن 240 او نزلت تحت ال 200 او 198 بالظبط فولت بيديني ايرور 7 هنا على الشاشه. تمام. فده الاربعه كنترول، ايرور 12 ايرور 7 وايرور 8 وايرور 1. طيب انا خلاص خلاص الجهاز، عاوز اعرف الهيد التركن ازاي، هل التركن بالطريقه دي ولا التركن بالطريقه دي؟ في اي وضعيه لازم افضل حاجه تكون الهيد تصل فوق مش تصل تحت، لازم تكون ايه؟ تصل فوق. تمام. اخر حاجه خالص في الشرح بتاعنا، انا لو سبت الجهاز اوبريتنج شغال مثلا ايه؟ شغال 5 دقايق لوحده بيعمل حاجه اسمها سليب مود. ده وضع السليب مود. وضع السليب مود ده انا لو جيت اصور كده مثلا هتاخد الصوره، الجهاز مش هيقط. الجهاز طافي ومد نقطه خضراء هنا جنب الاس. فشغله ازاي؟ تكتب على اي زرار على الشاشه يرجع تاني اكتف مود. دلوقتي لو صورت فبياخد الدوز عادي. Right.